وكالعادة بيكون معانا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وتأكيد سيادته على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق. كمان امبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات، وكمان حضرت احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. تفاصيله في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وأكد الرئيس دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كمان أعرب الرئيس على حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة لمواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة. امبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات، وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره العراقي محمد شياع السوداني جلسة مباحثات موسعة، وتم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توسيع أطر التعاون المشترك والعمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، لأنه لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7 جنيه 25 قرش للتر، وقال إنه في تكثيف للحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها وضع حجر الأساس لنادي الهيجن والفروسية في الوادي الجديد، وكان منها الانتهاء من 82% من أعمال إنشاء مستشفى طنطا الجديد في محافظة الغربية. كمان امبارح في المحافظات تم تنظيم قافلة طبية لأهالي تل العمرنة بدير مواس في المنيا، وبدء حملة نظافة وتعقيم المساجد في السويس استعدادا لشهر رمضان. تابع باقي أخبار محافظات الجمهورية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي شهدت وضع حجر الأساس لنادي الهيجن والفروسية بمدينة الخارجة على مساحة 400 فدان وباعتمادات مالية تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، وده في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة والارتقاء بالصحة العامة ضمن توجيهات القيادة السياسية. في دمياط دخلت المحافظة ضمن 3 محافظات تم اختيارهم لتنفيذ مشروع التحكم الآلي لشبكات توزيع الكهرباء، واللي بيعد مشروع قومي بيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وبتشمل المرحلة الحالية محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط، وبيتضمن المشروع مراقبة 10 محطات محولات كهرباء و42 لوحة توزيع كهرباء و175 ألف عداد ذكي.
في الغربية بيتم تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد والمقامة بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى البنشاوي العام، وأعمال التنفيذ وصلت حالياً لـ 82%. في البحيرة أعلنت الغرفة التجارية بالمحافظة بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة بمدينة دمنهور، وده في إطار تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وإصدار الفاتورة الإلكترونية. في الدقهلية تم إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا الجرعة التنشيطية بداية لمن هم في عمر 12 عام فما فوق والجميع الفئات على مستوى المحافظة. في المنيا هيتم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية تل العمارنة بمركز دير مواس خلال النهاردة وبكرة، وده في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج ليهم بالمجان. في جامعة بني سويف تم تنظيم مسابقة للشطرنج بمشاركة 22 كلية وأكثر من 45 طالب وطالبة لاختيار الفائزين لتمثيل منتخب الجامعة. في السويس انطلقت حملة تنظيف المساجد استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن بشهر رمضان الفضيل، وتم تكليف مدير إدارات الأوقاف والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير. في أسوان تم تنفيذ قوافل طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني لأهالي قرية وادي عبادي وقرية عنيبة، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 2292 مواطن بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة وتحاليل الدم وصرف العلاج بالمجان.